تحكوها وما تنسوا تقولوا كتر خير الله. الفريق عمل كارلس بتفوت اللي ساعدوني بتحضير وتظبيط كل هالكوكيز للاطفال بسين جود، وكانوا عم يشتغلوا جدا من كل قلبهم يعني لحتى يخلوا هالولاد مبسوطين ولو لساعه او ساعتين من الوقت. وهون كمان بدي شدد جزاف على موضوع التغذية وأهميتها. أول شيء مثل ما قلت أنت بالنسبة لسلامة الغذاء للأطفال يلي عم بيخضعوا لعلاج، العلاج الكيميائي عادة بتعرف أنه بيأثر كتير على جهاز المناعة، مشان هيك كتير لازم ننتبهوا على سلامة الغذاء. يعني نحن وقتها كنا عم مثلا جبنا البيج دو نويل أو أي نوع من الجاتو التاني كنا حريصين أنه ننتبه نحطه بالبراد توفي بقلبه كريم او بيض او اي شيء، ونكون عاملينه من 3-4 ايام ونعطيه لاطفال جهاز المناعه عندهم منه كثير قوي. من هيك كثير مهم انه كل شيء في انواع من الجاتو على الاعياد اهم الاشياء اللي ممكن تسبب تسمم مثل اللي فيها كريم او اللي فيها بيض وبالبراد. نفس الشيء وقتها بنحكي نحن عن الاطفال اللي عم تحت علاج الكورتيزون، الكورتيزون يلي بتعرف او بيحفظ بيخلي المي بالجسم صحيح، من انواع من الاطعمه اللي هي السكر اللي فيها كثير قليل او اذا امكن تكون خاليه من السكر. وهذا السبب يلي نحن كنا مع الاولاد عم نحضر لهم اشياء صحيه بيقدروا ياكلوها، لانه بالنهايه هن اولاد وبيطلع على بالهم ياكلوا شوكولا، بيطلع على بالهم ياكلوا بسكوي وغيرها. لازم نسهل لهم حياتهم، وخاصه انه هن بالزياده عندهم يلي عم بيعانوا منه من مشاكل وعي. يعني ربي سبحانه كان قبل ما بهيك اوقات ما فينا ننسى ننوه بجهود كل الاشخاص اللي بيشتغلوا كمان مره بالسين جود، لانه مثل ما شفنا جوزيف في كثير من الحالات عم بيكون في اهون من الكبير طبعا، وطبعا ما فينا نقول انه مش كل انه كل الاولاد بيشفوا، بس نسبه الشفاء عاليه جدا. لحتى يستمر هالمركز بمساعده كل الاشخاص طبعا هيدا الشيء بيتوقف على جهودنا نحن ومساعدتنا لهيك الشهر 11/5 جوزيف، انه وقت كنا بالمركز الاولاد كانوا يعني بتحسهم مبسوطين، ما بتحسهم انه يعني انا مريض غير عن غيري، لا جايين مبسوطين عادي يعني. حتى الجو المركز جو فرح، منه جو كآبه، منه جو حزن ابدا، والاولاد بتشوفهم جايين مبسوطين، يعني مش انه جايين خايفين او يعني خلي لك اياهم. كنا وقتها ناخذهم بس على يشوفوا الحكيم بده يعمل لهم ابره الطعم يصيروا يبكوا ويخافوا، بينما هالاطفال بيكون عم بيخضعوا لعلاج جدا متعب، وهن جايين على المركز بكل طيبه خاطر لانه عم بيكون جو من الفرح والانشطه هيدي المجوهرات بعض المجوهرات من دون زبده مثل ما قلت، مثل ما كنا عم نقول بالريبورتاج، وكميه سكر كثير قليله. وحتى علمنا الاطفال واهلهم كيف يقدروا يعملوا هيك انواع من الحلويات عندهم بالبيت لحتى كمان يشتغلوا ويحسوا حالهم مثل ما قلت يلي عندهم حاجات خاصه بيقدروا يستفيدوا من هيك انواع من الاطعمه الخاصه فيهم. وبالنهايه بدي كمان اشكر فريق عمل الفيتشر تي في يلي سمح انه هالشيء يصير، لانه لو ما جهود انشطه خلال العيد. بتعرفي كارلا دائما انت وحبس انت اذا كنت عم تنتبه، يعني اذا عم نحكي كبار او صغار، اي علاج عم تاخده اذا انت عم تخضع لعلاج خاص ان كان لعلاج كيميائي او غير بيطلب انه تاخذ الكورتيزون، ممكن انه انت تحافظ على وزنك وما يزيد اذا انتبهت على طريقه اكلك، هي بس بدها انتباه جدا بسيط. على كل حال كمان في اتصالات مع المشاهدين. عندنا وقفه ثانيه مع مركز اخر بيهتم بالاطفال لعيد الميلاد، يترقبونا كمان اسبوع. ثانك يو كارلا، التفاتي عظيمه بالفعل هي للاطفال اللي دائما معروفين، نحن نعطيهم هالبوش. صحيح، ونحن بخفيف نضيف ضمن نشاطات الخاصة بعيد الميلاد بعالم الصباح، حبينا هيك نقوم بنشاط مع أطفال سين جود، المركز طبعا الخاص
بوجه لهم تحية كبيرة لكلهم فردا فردا، لأنه الحقيقة جهود كتير كبيرة. يعني وقت ما تشوف على الأرض جوزيف شو عم بيعملوا لهالأطفال، ما بتحس مظبوط شو عم بيصير. يعني حتى نحن وقت كنا بس كل الأشخاص اللي بيشتغلوا الأطباء للأشخاص المسؤولين عن النشاطات بيشتغلوا من كل قلبهم وبيحبوا الأولاد من كل قلبهم، وهيدا أهم شيء، إنه الولد المريض ما يحس حاله مريض، ما يحس نحن حبينا نخليهم يحسوا يعملوا شيء مهضوم. أنا بدي أقول لكل اللي عم يسمعونا، ولو إذا أنتوا قاعدين ما بدي دول الواحد من كل شخص منا. من هيك كمان نحن جوزيف حبينا نسلط الضوء على شو عم بيصير بالمركز، وأهم شيء حبينا نلعب مع الأولاد بتحضير كوكيز صحية بيقدروا ياخدوها. لنرجع نحكي